منفصل يعني مش مرتبط على حاجات قبل كده عشان ما انت قاعد بشكل ثابت. طيب احنا كده اهو خلصنا النقطه الاولانيه، مش كنا بنتكلم عن ايه؟ مسافه، مساحه، حجم، زاويه. طيب الواحده الثانيه، الواحده الثانيه عندنا اسمها انظمه الاحتمالية. أنظمة الأحداثيات دي أنا عندي ليها ثلاث أنظمة. ثلاث أنظمة، مظهر نظري ونظامي هنشتغل عليه مسائل، تمام؟ طيب أنا فين وفين؟ لما بتلاقيني أصلا بديك حاجة نظري، يعني أنا واحد ما بحبش النظري، بحب إن أنت تفهم وبعد كده لو طلب منك الحاجة دي من فهمك بتبدأ إنك إيه؟ اشتغل. طيب فاول نظام معانا انظمه الاحداثيات اسمه انظمه الاسود والازرق. انظمه الاحداثيات الجغرافيه وده نظري. بمعنى هقول لك دلوقتي كم معلومه بيقول لك طالبها منك انك تحفظهم في النظام ده، تمام؟ قال لك انظمه الاحداثيات الجغرافيه ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، اول حاجه خطوط طول وثاني حاجه دوائر عرض، تمام؟ قال لك خطوط الطول دي بتقسم الكره الارضيه كلها ب 360 خط طول، يبقى اول حاجه خطوط. لا انا عايزك تقول معايا عشان ما افهمش. خطوط الطول. طيب اللي انا عايز اعرفه عن خطوط الطول ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه على كم نقط؟ 360 خط طول. طيب قال لك مركز خطوط الطول دي هو نفسه مركز الكره الارضيه وبنسميه خط جرينتش. الله عليك. طيب بنستفاد ايه من خط جرينتش ده؟ انك تعرف الوقت والتاريخ والزمن والكلام ده، زي تلاحظ مثلا توصل تلاقي الاذان المؤذن في السعوديه بعد كده بعد مصر بساعة يقول لك الفرق ما بين مش عارف في المسافة ما بين خط جرينتش السعودية كده المسافة وهكذا يعني، فهو خط جرينتش ده يعتبر المسؤول عن الوقت والتاريخ وهكذا. طيب يبقى بستفاد من خط جرينتش ايه؟ تحديد الوقت والتاريخ. خلصت الخطوط فيها مشكلة؟ انا ما بحبش النظري ويوم ما بجيب لك نظري بوصف لك بالشكل ده. طيب تاني حاجه معانا اسمها دوائر العرض. طيب عددها كام؟ قال لك بتقسم الكره الارضيه ل 180 خط عرض. ايه؟ 180 دائره عرض. طيب قال لك مركزها هو برضه مركز الكره الارضيه بس الخط بتاعها المعروف اسمه خط الاستواء. يا مشكلة؟ طيب بستفاد ايه من خط الاستواء ده؟ بستفاد من ان انا بحدد درجة الحرارة والمناخ والكلام ده. يبقى بستفاد منه ان انا بعرف درجة الحرارة والطقس مثلا او المناخ. ده كده النظر التاني. في مشكلة؟ ولا اي حاجه، انت لو بصيت عليه في الكتاب هتلاقي كلام كتير مكتوب كده بتلاقي اربع صور في حاجتين، خطوط الطول دوائر العرض، كل واحده منهم ليها ثلاث حاجات وشبه بعض، 360 180، دي خط الجيش، دي خط الاستواء، دي الوقت والتاريخ، دي الحراره والطقس. بحيث ان هم شبه بعض. طيب ده كده النظام الاولاني اسمه انظمه الاحداثيات الجغرافيه. طيب ثاني حاجه قال لك ثاني حاجه اسمها انظمه الاحداثيات المستوى. لا ما غلبتش الفرق يعني. نظري برضه مالهاش لازمه. هي نظري. بس مالهاش لازمه الا بالنسبه لي الموافقه يعني. تمام؟ طيب بين قوسين المتعامل. ودي انت خدتها من ابتدائي. شكلها عامل ازاي؟ انا انظمه الاحداثيات المستوى دي عشان اجيبها بعتمد في شغلي على حاجتين. سين وصاد. دايما سين بتكون على اليمين، يعني انا دلوقتي كاتب لك سين وصاد، مين الاول؟ السين، مين اللي بعده الصاد؟ دايما السين على اليمين.
يعني انا لو قلت لك لك مؤمن 1000 2 و3 يبقى مين السين؟ الاثنين. مين الصاد؟ الثلاثه. لما احط كل حاجه وتيجي ترتب لي بعض ترتب لي السين على اليمين وصار على الشمال عشان لما انا بقعد اعرف بعمل انها مين سين من الشمال صار صاد. فكان يجي المدرس بتاعك في الابتدائي يقول لك انا عايز ترسم لي يا محمد مثلا نقطه الف. فكل انت بتعمل ايه؟ بيرسمك المحاور بتاعتك المنطقه. هفكرك بيها دلوقتي وبعد كده نخش لما نتعمل. لا عشان الرسمه كبيره كده. لا طبعا عايزين نرسم كل النقط دي مبدئيا كده. المسمار اللي فوق ده بيرفع من سين 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 يعني سين على اليمين وسين على الشمال دايما المحور الافقي او المحور المايل ده محور سين. طيب والمحور الراسي هو محور صاد. طيب حد فاكر في البدايه كنا بنسمي النقطه دي نقطه ايه؟ نقطه الصفر او نقطه الاصل. ليه؟ لان الاحداث بتاعها في سين وصاد صفر. طيب عايز اسال حضرتك سؤال مش هنا على الصفر. لما بمشي ناحيه اليمين اكبر من الصفر يكون هنا ولا سالب؟ طيب لما بمشي ناحيه الشمال سالب. طب نفس الكلام انا عندي نقطه اصلا لما بطلع لفوق يبقى ايه سالب؟ ولما بنزل تحت يبقى سالب. طيب
طيب نقطة واو دلوقتي بقول لك السين بكام؟ نص همشي يمين ولا شمال؟ نص في النص وانا عارف في مكان هنا طيب لا همشي يمين ولا همشي شمال طيب الصوت اطلع على منزل ليه؟ الصوت انت طلعت فين؟ ليه؟ بعد نقطة طيب لا السين بكام؟ أربعة السين دي اللي بتدي
الاجسمه عن طريق الموضه. طيب اقطع ولا انزل؟ حسب الصوره. الصوره موضه ولا سالب؟ موضه. يبقى انا هاجي من هنا بتاع الاثنين وهقطع لحد الثلاثه بسبب نقطه الف. طيب نقطه ب السين بتاعي باربعه عامله ولا سالب؟ موضه. يبقى انا همشي على نحو السين والموضه. طب اقطع ولا انزل؟ لان الصف بتاعت الموضه. طب اقطع تاني؟ يبقى اهو مشيت على السين باربعه وطلع لي زياده 2.3. طيب نقطة ب سين سالب والص موجب. طيب السين سالب يعني همشي شمال على نحو السين سالب همشي كام؟ واحد او سالب واحد. ماشي هو السالب بتعبر عن الاتجاه مش اكتر يعني تمشي يمين وتمشي شمال. طيب الثلاثة يعني هقطع ولا هنزل؟ هقطع هقطع تاني لغاية طب انا فاشل ليه؟ لان الص بتاعتي مش موجب. فطلعت ثلاثة دي نقطة ب. طيب تاني همشي على السين اثنين، همشي يمين ولا شمال؟ ليه؟ لان السين موجب. طب هقطع بعدها ولا هنزل؟ هنزل. ليه؟ لان الصاله سالب. طب هنزل بنقطة تاني؟ سالب أربعة. سالب أربعة. طلعت نقطة تاني. طيب ليه؟ الاثنين سالب، يعني همشي على السين في الاتجاه الشمالي بتاع الكام؟ ثلاثة. وهقطع ولا هنزل؟ هتنزل. هنزل، هنزل كام؟ ثلاثة. طيب. واو السين بصفر، يعني لا همشي يمين ولا همشي شمال. اقف. طيب. انا دلوقتي مستني اشوف الصوت يا اطلع يا انزل. الصوت بتاعي كام؟ من الاثنين. هما على سالب الاثنين. طب انا اقدر اقسم طلعت لحد الاثنين ودي نقطه واحد. طيب وبعدين السين مع بعض ما تبصش على النقطه كامله وتتلخبط. لازم تقسم كل حاجه على حاجه. اقسم السين بعد كده اشوف الصوره هتطلعك ولا هتنزل. ده احسن. طيب السين همشي اربعه يمين ولا شمال؟ يمين. ليه؟ لان انا لو اطلع ولا انزل ولا اطلع ولا انزل لان الصوت بصفر. مش ده الكلام ده اللي احنا قلناه لحد ما الناس تمام. ده كده اسمه نظام الاحداثيات المستوى الاول المتعمده. ليه متعمده؟ لان المحور الراسي والمحور الافقي في اي حاجه راس وافق مع بعض بيتسمى تعمده. بنميز نظام الاحداثيات المستوى ايه؟ تسيير وصوت. لان في نظام تاني هناخده دلوقتي عشان ما تتفرجش. شلت لك دي كده فهو قانون انت ممكن تفهمها اسمه سرعه. تمام؟
نقطة ألف عليها. عايز أقول لام هي المسافة من هنا لنقطة ألف اللي هي الأربعة، يعني كل من هنا لنقطة ألف أربعة. دي كده لام، فاهم المشكلة؟ طب هو ألف هي الزاوية من الخط بتاع نقطة ألف لاتجاه الشمال، هو اتجاه الشمال فين؟ مش كده؟ يبقى في 30، يبقى الزاوية دي 30. طيب لو انا ما كتبتش دي، حد عارف الزاويه من اتجاه الشمال في الشكل كام؟ 90. لو انا جبت الداتا دي وطلعت 60 هتشتغل على 60؟ لا ما تشتغلش على 60، لان هو الريه بتاعتك دايما بتبقى المسافه او الزاويه ما بين الخط بتاعك او الضلع بتاعك للشمال، فلازم تجيب دي. لو انا ما كتبتهاش تشتغل بيها، لو مش كتبتها تكسبها. انت قلت لي ما بين الشمال والشرق 90 وانا ما بين 60 والثانيه بكام؟ 30. قصدك تشتغل على مين بس؟ انت لازم تشتغل بمين؟ هي تعليم، هو اصلا اسمه نظام حساب طبيه ياخد مين؟ لانه معترض في النظام بتاعه على اتجاه الشمال، اتجاه القطب الشمالي، فهو معترض عليه، فلازم تجيب ناحيه الشمال. فدي هي بتاعتك، لو ما جبتش الزاويه اللي ما بين اتجاه الشمال بس لازم تركز ان احنا محتاجين الزاويه اللي هي اللي هي ناحيه الشمال، اللي هي اللي كنت انا مديها لك ب 30 درجه. في مشكله؟ طيب المساله في النظام هتيجي ازاي؟ بيقول لك حول لك النظام القطبي للنظام مين؟ المستوى. هو النظام المستوى كان بيعتمد على ايه؟ سينوسايد. طب انا هجيب سينوسايد ازاي؟ هو انا عشان ارسم نقطه الف دي كنت بقى مش كنت بمشي على سين مسافه معينه وبطلع صف صح؟ عملت كده يا سيدي نقطة ألف صح؟ أنا بقى دلوقتي عايز أجيب السين دي والصوت دي تمام؟ فقال لك إيه؟ قال لك ليهم قوانين أحفظهم مش هعرف أقول لك فيهم عشان ما تتلخبطش أحفظهم. قال لك السين بتساوي لا جتا هي والصاد بتساوي لا جتا هي. من غير ما ترسم الرسومات دي أصلا أنت ممكن تحل المسألة. ليه؟ أنا بقول لك المسألة دي بقول لك ألف بأربعة و30 درجة، قلت لها صح إيه؟ يعني سيادة طلابية، قلت لها أنا عايز أحولها لمستوى، كلمة أنا عايز أحولها لمستوى يعني أنا عايز سين وصاد، أنت ممكن تكتب القانون على طول وتعوض، هو اللام دي هي مين؟ أربعة بأربعة دي هي 30، هي دي على حسب، يعني أنت من غير ما ترسم أصلا تحلها على طول. طيب نعوض فيها إزاي؟ لام اللي هي أربعة، ب 30، ب على الحسبة شبه أربعة مش هعرف يعني لو رقم عارف زي على الحسبه اللي جت دي حاجه ثابته على الحسبه هو على الحسبه مش رقم يعني محفوظ لا 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 مش رقم محفوظ بقى بعدين 4 جتا 30 وبيجتا على الحسبه اللي جت بصري طلع الحسبه بتاعتك ولا الحلاسه مش شرط والمساله دي مش شرط تكون على حسب المتطوره يعني تقريبا انا حسيت كلها فيها جامد 4 أنا عايز أحسب سين، السين بتساوي 4 جاي 30 لحظة مش قال 4 فين الجاي؟ جاي اسمها سين اللي حصل عليه وقت 30 معرفش إيه؟ لو عرفت 4 جاي 30 طيب الجاي 2 يبقى السين بتاعتك كام؟ 2 مش 2 شايفها؟ 4 وجاي اسمها سين طيب كوزين 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 30 طلع 3 46 عادي يطلع رقم مش 3 46 دلوقتي احنا دفعنا الاول السي 3 46 يا مشكلة المسألة دي؟ اتنين دول عدد لا انت بتبقى نقطة
بالظبط مش محتاج انك ترسم يعني انت اصلا مش هتيجي تسال واحد ترسم اصلا بس الفكره كلها هتبقى عارف ان الميل ب 4 وان الميل ب 30 لما انا قلت لك مثلا قلت لك ان الزاويه دي 60 تبقى انت طلعت الاول الميل بتاعتك ب 30 عشان تعرف تشتغل وبتكتب الجرام دول بتشتغل بس مش محتاج انك ترسم بس وصل زي ما قلت لك امتحانك انا بجيب لك المساله وبطلب منك الناتج انت عايز ترسم ترسم مش عايز ترسم ما ترسمش بس انا هاخد منك في الاخر انك ترسم فهمت؟ خلاص سامع سهل لك عشان ما تلخبطش نفسك المساله دي كل اللي بيعمله تحط برنامج قدامك تعوض عليه بس في مشكله اخر مساله اتفضل اخر مساله هي الشرعه دي بس هتفرق حاجه بسيطه جدا برضه على بالك ان في مواضيع بتحبس خلاص يا ابني بصور اكتر قدامك كده صور خلاص يا بقى يعني صور خلاص يا حبيبي المسألة اللي جاية عايزين تختاروا فيها مرة بس عشان الرقم ما يخطوش فيها مرة أنا عايز مثلا بس خطوه زياده ماشي ها قوم سبعه ماشي لا مش عايز صوت بص يا ابني دي عندك والله ان انا بحط الف بتساوي بس انت سبعه صح؟ اه احتسبت بالظبط سبعه و 45 درجه ولا خليها 45 طيب دي نقطه الف دلوقتي انا ببص عليها النقطة الف دي مساوية عرفت منين دي مساوية وغير كده لو انا مثلا مساحة دي اكيد مش هتبقى 47 هتساوي 45 ازاي دي؟ منين 45 من الكلام ده كله؟ طيب فانت تعرف منين؟ ان في زاوية طيب وانا بقول لك بيت بتساوي 3 و5 نقطة الف بنظام القطب طب نقطة ايه؟ طيب لحد كده ده اللي احنا عملناه في المساله اللي فاتت ما اختلفناش في حاجه صح؟
السين اللي انت طلعتها هي هي ايوه عشان ده السين اللي انت طلعتها هي المسافه دي والصاد اللي انت طلعتها هي المسافه دي. طيب انا مش عايز اجيبها بالنسبه للنقطه دي، انا عايز اجيبها بالنسبه لمين؟ الصفر والصفر صح؟ مش ده اللي احنا متعودين عليه؟ طب انا دلوقتي هضطر ان انا اجيب المسافه دي بتاعتي، ما انا محتاج حد كمان عشان اوصل لمين؟ للمحور بتاعي صح؟ طب الحته دي هي مين؟ حد عارف؟ خمسه. طب والحته دي؟ ما هو انت دلوقتي على المحور مين؟ كده كده انا بتكلم كده على المحور مين؟ سي بس انا مش هجاوبته صح على فكره. انا دلوقتي على السي. بص كده يا ولد هي السي دي بتاعت مين؟ بتاعت ثلاثه. بص كده الصاد الصاد بتاعت خمسة. يبقى انا كل اللي هعمله بعد ما اجيب السين والصاد هجيب سين وصاد جديده هعمل اللي انا جبته زائد دلوقتي السين دي اللي هي التلاته. ليه تلاته؟ السين بتاعي اتنين تطلع لي كام؟ سبعه وتسعه اربعه. طب الصاد هتساوي اربعه تسعه واربعين زائد خمسه بتساوي تسعه. طب الخمسة دي بتاعت ايه؟ الصوت بتاعت ايه؟ يعني من الآخر لما بكون مدي بالنسبة لنقطة تانية بتمشي نفس الخطوات، بس السين اللي هتجيبها هتبقى عبارة عن ايه؟ السين اللي انت طلعتها من القانون زي السين بتاعت مين؟ بيه. والصوت اللي انت جبتها هتساوي الصوت اللي انت حسبتها من القانون زي الصوت بتاعت مين؟ هي خطوة زيادة مش صعبة ولا قانون جديد ولا أي حاجة، انت بس بتجمع لها تحسبها من التاني. فيها مشكلة؟ طب انت ليه عملت الخطوة دي؟ عشان لازم الوقت انت طلعت الحساب ممكن تقلب بكام؟ ها؟ السين كام بقى؟ 7 9 طب نصهم 9 9 94. طيب انا دلوقتي لما اجي احسب نقطة قلب دي في احداث المستوى وقلت لك دلوقتي السين بتاعتك ب 7 9 40 همشي منين؟ مش من هنا؟ عرفت ليه احنا جمعنا المسافة دي؟ عشان لما اجي احسب دي في احداث المستوى همشي من هنا مش من هنا. فهمت؟ عشان كده جمعت المسافة دي. دلوقتي لما امشي 7 9 لما اطلع 9 فهمت الفكرة؟ بس على كده خالص. صور بقى صور. اوعى تتلخبط السين اللي كاتب الأول بعد كده الصور. طب أنت حليت المسألة كلها صح وخبطت لي الاثنين كتبت لي الصور الأول وحسبها لك كلها غلط. على طول ما فيهاش نقاش. في مشكلة في الكلام ده؟ لا. حتى عندي